أيها المسلمون، وقد مرت أكثر من 6 أشهر على ثورة أهل الحكمة والإيمان اليمن بصدور عارية وأيد بريئة وشباب وشيب وأطفال ونساء في مطالبات سلمية رغم وفرة السلاح عندهم. وفي اليمن أكثر من 60 مليون قطعة سلاح، ومع ذلك لا تزال ثورتهم سلمية. وإذا ذكرت اليمن ذكرت الركن اليماني والمحدث الأمير الصنعاني والعلامة الشوكاني وأمير العلماء الكوكباني وسيد الوعاظ والزهاد الخولاني. إذا ذكرت اليمن ذكرت الأوس والخزرج والمقدام المدجج، ذكرت الملكة بلقيس وأسماء بنت عميس اليمنيون، منهم شاعر الرسول حسان وملك العرب النعمان وخطيب الدنيا سحبان. اليمن منهم قبيلة جرهم، وهي أول من سكن مكة، ومن نسلها جاءت قريش وتزوج منهم إسماعيل، ومن نسله جاء النبي عليه الصلاة والسلام. فاليمنيون هم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. وملك اليمن كرب بن أسعد تبع هو أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من قبل أن يولد رسول الله، آمن به، وهو أول من كسى الكعبة وأمر قبيلة جرهم بكسائها كل عام. أهل اليمن هم أهل الفصاحة والصباحة، هم أهل السماحة والملاحة، أرق الأمة قلوبا وأقلها عيوبا، هم أهل السكينة والوقار والفقه والاعتبار. أهل اليمن هم أنصار الرسالة وقادة الجهاد والبسالة. اليمن اشتق من اليمن ومن اليمين ومن الأمانة ومن الإيمان. وصفت اليمن باليمن السعيد، ولم توصف بلد أخرى في الدنيا بمثل هذا الوصف. ذكر الله تعالى اليمن وذكر مناطق اليمن، فذكر الله تعالى سبأ وذكر الأحقاف. وإذا ذكرت قصة أصحاب الأخدود وإرم ذات العماد وقصة سبأ وبلقيس وسيل العرم والفيل وأبرهة، فلا بد لزاما أن تذكر بلاد اليمن. أهل اليمن هم أول من أجاب إبراهيم إلى الحج. قرأ ابن عباس رضي الله عنهما قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فقام إبراهيم عليه السلام فنادى قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وبلغ الله صوته إلى جميع الآفاق. قال ابن عباس: فكان أهل اليمن هم أول من أجاب إبراهيم عليه السلام. ولما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لما نزلت أومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري اليمني، أومأ إليه، أشار إليه، ثم قال: هم قوم هذا. أخرجه الحاكم وصححه الألباني. قال الإمام الشوكاني عند هذا الحديث: إذا عرفت أن هذه الآية نازلة في أهل اليمن بهذه الأحاديث فاعلم أنها اشتملت على مناقب لأهل اليمن. ولما نزل قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم أهل اليمن، هم أرق قلوبا، الإيمان يمان والفقه يمانية والحكمة يمانية. أخرجه أحمد وصححه الألباني. أهل اليمن هم أول الناس شربا من حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه: قال: إني لبي عقر حوضي، يعني بمكان من حوضي، وهو المكان الذي يصطف فيه من يريد أن يشرب من الماء. قال: إني لبي عقر حوضي أذود الناس، يعني أبعد الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض
يعني حتى يسيل عليهم ليشرب أولا أهل اليمن. قال النووي: هذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب منه مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام. والأنصار الأوس والخزرج من أهل اليمن قال: فيدفع غيرهم حتى يشربوا كما دفعوا في الدنيا عن النبي عليه الصلاة والسلام أعداءه والمكروهات. هي كرامة لأهل اليمن الذين يعانون اليوم الخلاف والانقسام، الذي نخشى معه والله أن تثور معه حرب أهلية مع وجود السلاح الكثير، أن تثور حرب أهلية تهلك الحرث والنسل. أنا هنا لا أميل إلى رئيس ولا مرؤوس، ولا أميل إلى حزب دون حزب، لكني أدعو إلى سرعة حل المشكلة قبل أن يستفحل الأمر. قلبي على اليمن السعيد ممزق، أرنو إليه ومهجتي تتحرق. من أجج الأحقاد بين رجاله فغدت به عين الخراب تحدق. من أشعل النيران أوقد جمرها، من زادها حطبا فباتت تحرق. أعداؤه يتربصون بأمنه وبه تكيد به، ويد تكيد به ونحن نصفق. يا فتية اليمن السعيد تيقظوا، فالموت في جسم الضغائن يورق. عودوا إلى عهد النبي محمد وتمسكوا بالحبل لا تتفرقوا. أهل اليمن هم أهل الإيمان أهل الحكمة، لكن المؤمن والحكيم إذا جاع بطنه ومرض ولده وسلب ماله سلك كل سبيل شرعي للمطالبة بحقه. أيها المسلمون، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى قبل اليمن ثم قال: اللهم أقبل بقلوبهم وبارك لنا في صاعنا ومدنا. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. أهل اليمن هم أهل النصرة وأهل الجهاد. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله استقبل بي الشام وولى ظهري إلى اليمن وقال: يا محمد، إني جعلت لك ما تجاهك غنيمة ورزقا وما خلف ظهرك مددا. مددا يعني عونا ونصرة على الجهاد والغنائم. أخرجه الطبراني وصححه الألباني. وأهل اليمن هم خيار أهل الأرض. قال عليه الصلاة والسلام كما روى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق بين مكة والمدينة، فقال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خيار من في الأرض. فقال رجل من الأنصار: ولا نحن يا رسول الله، فسكت. قال: ولا نحن يا رسول الله، فسكت. قال: ولا نحن يا رسول الله. قال: فقال عليه الصلاة والسلام كلمة ضعيفة أخفى بها صوته، قال: إلا أنتم. أخرجه أحمد وصححه الألباني. أهل اليمن هم أهل العبادة، هم أهل الاجتهاد. قال عليه الصلاة والسلام: إنه سيأتي قوم تحقرون أعمالكم إلى أعمالهم. قيل: يا رسول الله، أقريش؟ قال: لا، ولكن أهل اليمن. أخرجه ابن أبي عاصم وهو حديث صحيح. وتنفيس كربات المسلمين هو من قبل أهل اليمن. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. أخرجه أحمد وهو صحيح. هذا الحديث شرف لأهل اليمن، فهم من هبوا من البراري والقفار، وهم من ركبوا المهالك والأخطار، وهم من أنزلوا البأس بالكفار وفتحوا الأمصار، وبهم ينفس الله عن المؤمنين الكروبات. أهل اليمن هم أهل الشريعة وأهل الأمانة وأهل القضاء. قال عليه الصلاة والسلام: الملك في قريش، والقضاء في الأنصار، والأذان في الحبشة، والشرعة في اليمن، والأمانة في الأزد. أخرجه أحمد وصححه الألباني. وأهل اليمن هم أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا قدموا إلى الحج. عن إسحاق بن سعيد عن أبيه قال: صدرت مع ابن عمر يوم الصدر، فمرت بنا رفقة يمانية ورحالهم الأدم يعني الجلد، وخطم إبلهم الجرر. فقال عبد الله بن عمر: من أحب أن ينظر
إلى أشبه رفقة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذ قدموا في حجة الوداع فلينظر إلى هذه الرفقة. أخرجه أحمد وصححه الألباني. يا أيها اليمن السعيد تحية يشدو بها التاريخ من ماضي الزمن، يا أرض بلقيس الكفاح وتبع، يا ربع حميرة، يا قبائل ذي يزن، يا سادة الأيام، يا من حطموا إيوان كسرى يوم أقبل في السفن يوم يمن لأن اليم يمن لأن اليمنى والإيمان في تلك الوجوه فنورها يجلو الحزن، رفعوا معاذا واستجابوا كلهم وأتوا ببيعتهم وغالوا في الثمن حتى النجوم، لكم سهيل وحده لو خيروه ما اشتهى إلا اليمن، والكعبة الغراء سمي ركنها الركن اليماني في الأحاديث والسنن، والسيف سمي باسمكم من حسمه الله كم قطع السلاسل والمحن. أيها المسلمون، لا أريد أن أخوض في فصل الخصومة بين المتخاصمين،